توضأت ولبست شراب فأيهما أفضل، أمسح عليه عند كل فرض أو أخلعه وأغسل قدمي لكل فرض؟ الأفضل أن تعمل ما يلائم قدمك. إن كان قدمك فيها شراب ومعه وقت فالأفضل أن تمسح عليه، وإن كان قدمك مكشوفة ولا أنت في حاجة الشراب بس تروح تلبس من أجل تمسح، لا، الأفضل الغسل. فالأفضل هو ما يلائم الحال. إن كان مثل هشتاء تبي تدفى وتلبس فالأفضل حينئذ أن تمسح، وإن كان لا أنت ما تبي تلبس وتبي تخلي رجليك على ما يقولون تشم هواء، حينئذ أفضل تغسل. نعم.